وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مجموعة من الحقائق لو أخذناها بعين الاعتبار لسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا، ولو غفلنا عنها أو تغافلنا عنها فإن من الطبيعي أن نساعد في هلاك أنفسنا، فلا في الدنيا نسعد ولا في الآخرة نفلح. الحقيقة الأولى أن الله بكل شيء عليم، ربنا يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا. الله وسع كل شيء رحمة وعلما، ما من شيء تراه ولا من شيء تسمعه ولا من شيء تحس به ولا من شيء يغيب عنك إلا وأحاط الله به علما. أنت أحيانا ترى هذا البيت لكن لا تعلم ما في داخله، أحيانا تعرف الأشياء التي يمكن أن تحس وأن تجس لكن لا يمكن أن تعرف نية الناس، ونياتهم لا ترى بالعين ولا تلمس باليد. ربنا أحاط بكل شيء علما. نحن في كل أمورنا بشر محدودون بمقدار ما يعطينا الله من القدرة على الشيء نقدر، مو بكل شيء قدير. ربنا بكل شيء قدير، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما. صحيح أنه لا يمكن أن نقيس علم الله بعلمنا، ما في مجال لقياس صفات الله بما عند البشر. ربنا مطلق، حتى معنى المطلق لا يمكن أن تحيط به. شنو معنى مطلق؟ ربنا في صفاته علمه لا يشبه علمنا، ليس كمثله شيء في أي صفة من صفاته، وليس فقط في ذاته المقدسة، إنما في صفاته أيضا لا يمكن أن نحيط بها، أن نفهمها، أن نعرفها، فقط نخرجها من حد التعطيل ومن حد التشبيه. الله عالم يعني شنو؟ يعني مثل علمنا؟ لا. سأقول لك كمثال بسيط. أنت يمكن أن تحيط بشيء علما لكن تجهل غيره. الطبيب يمكن أن يكون عالما فيما يرتبط بجسم الإنسان لكنه يكون جاهلا في الهندسة، يكون جاهلا في علم طبقات الأرض، في علم الفلك، في الكيمياء، في الفيزياء. شخص آخر يمكن أن يكون عالما في الفلك لكن جاهل في الطب. إذا عنده علم في مجال عند نقص في مجال ثاني، إضافة إلى أن الشيء الذي يعرفه علمه تابع للمعلوم، أما عند الله عز وجل فالمعلوم تابع لعلمه. ربنا يعلم الشيء قبل أن يكون، بل عالم إذ لا معلوم وقادر إذ لا مقدور. ما في مجال للحديث عن علم الله، لكن نعرف معنى أن الله يعلم يعني لا يجهل، لكن نفوذ علمه، مقدار علمه، عمق علمه، إحاطة علمه، هذا شنو معناه؟ إيش قد من عنده؟ ما ندري. بل ربنا يعلم غيب السماوات، ما يغيب عنا. أساساً إحنا عندنا سماوات وعندنا أرض،
وفي القرآن في العادة ربنا يقدم السماوات على الأرض لأن السماوات أعظم من الأرض. الآن احنا نعيش في هذه الأرض وهي كرة تدور حول الشمس ضمن المنظومة الشمسية، وهذه المنظومة الشمسية هي مجموعة من الكواكب وبعض الأقمار، وهي واحدة من 200 مليار منظومة شمسية في مجرتنا التي تسمى بدرب اللبانة. بعضهم طبعا يقرأ درب التبانة، احنا ما عندنا درب التبانة، درب اللبانة ملكي وي، لأنه يوم اللي أنت تشوف تقدر تشوف بقية النجوم في السماء في الليل اللي احنا تابعين إلها، مجرتنا كأنه حليب مشبوب على الأرض، حليب مراق على الأرض. هذه المجرة تسمى بمجرة درب اللبانة، مثل طريق الشكل ماشي. 200 مليار نجم في المجرة هذه مجرتنا. إلى الآن البشر مكتشفين 200 مليار مجرة، في كل مجرة 200 مليار شمس، وبعض الشموس أكبر من شمسنا بمقدار ما أن الفارق بين شمعة والشمس. هذا مثال الشمعة والشمس، الإمام الصادق ضربه لأحد أصحابه. شمس تقدر تقيس بالشمعة، يعني كم مليار من الشموع يمكن أن تساوي الشمس؟ ما أدري، لكن بالنتيجة لا مجال للمقايسة. في شموس ربنا خلقها هي أكبر من شمسنا بمقدار شمعة بالنسبة إلى هذه الشمس. المهم ربنا يقدم السماوات على الأرض في كثير من الآيات. قل أتعلمون الله بدينكم، هؤلاء الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أعراب المدينة اللي كانوا يعيشون في الصحراء، وجاءوا يمنون على النبي. مثلا قالوا يا رسول الله، بعد أن أعلنوا إسلامهم في الظاهر، نحن لسنا مثل قبيلة فلان وقبيلة فلان التي حاربتك، احنا ما حاربناك، لا بالعكس احنا آمنا بك. الآن وإسلامهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. إسلامهم كان فيه نظر بس ظاهر الأمر والنبي يقبل بالظاهر. الآن جايين يمنون على النبي بأنهم آمنوا به وأسلموا. ربنا يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعرف نيتك قبل أن تنوي، يعرف عملك قبل أن تعمل، يرى عملك قبل أن تعمل. شلون ما أدري أنه شلون يصير رب العالمين ده يشوف عملي قبل أن أعمله، يعلم بنيتي، يعلم بكل شيء. على كل حال أحاط بكل شيء علما، ماكو جانب مظلم بالنسبة لعلم الله، جانب مجهول. وهذا هم كلام ما نعرف يعني شنو. البشر إلى الآن لم يعرفوا من الأشياء إلا آثار الأشياء وأسماءها. يعني اسأل أي عالم من علماء الفيزياء، اسأله شنو معنى الورق، مجرد ورق مو أكثر من ورق، ما أقول خشب، ما أقول حديد، ما أقول الخلية الحية، ما أقول النواة الخلية. هاي الخلية في عدها نواة DNA، تدري هاي النواة اللي الرسمة اللي يطلعوا لها مثل درج بس درجين اثنين، هذول متداخلين أحيانا وينقسمون ويروحون ويجون مثل شكل درج رسمي. تدري هذا طول كل الشسم الموجود، هاي مثل الدرج، هذا طوله منا إلى الشمس 50 مليون مرة، 50 مليون منا إلى الشمس. كم مليون ميل بيننا وبين الشمس؟ ربنا مو أحاط بكل شيء، هو الذي خلق، والذي خلق الأشياء، والذي خلق البشر، هو الذي خلق النية، هو الذي خلق العلم، هو الذي خلق الظل، هو الذي خلق الشمس وخلق النور. ما في شيء تقدر تعرفه أو حتى مجهول عنك إلا وأحاط الله به علما. الله كل هذا شيء يعرفه. قل أتعلمون الله بدينكم، جايين تقولون نحن آمنا، الله يدري بقلبك شكو، صدق أنت آمنت ما آمنت،
تتعلمون الله يعني الله ما يدري، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم، مو يعلم السماوات، يعلم ما في السماوات، ما في السماوات أعظم من السماوات، مثل ما في الأرض أعلم من الأرض، أهم من الأرض. أنت يوم اللي عندك في الظرف المظروف أهم من الظرف نفسه، هذا مجرد ظرف، الكرة الأرضية مجرد ظرف. ربنا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وعليم صفة المبالغة من العالم، مو فقط عالم، علام، مثل علام الغيوب نقول علام عليم، غير قضية عالم. هل مقدار رب العالمين يقول أنا عندي علم، لكن شنو معنى علمه ما ندري، شنو معنى قدرته لا ندري. يقول ربنا إذا أراد أن يسوي شيء يقول كن فيكون، ما يحتاج يقول كن، ده يعلمك أنا بمقدار عقلنا، ده يتكلم الله، مو بمقدار قدرته، مو بمقدار علمه، ما يحتاج يقول كن، شاء فكان. خلق الله المشيئة، المشيئة الإرادة مخلوقة لله، مو من صفات الله، يعني من صفات الله العلم، متنفصل عنه أصلا، مو معنى انفصال، لأن ماكو أجزاء لله. على كل حال أعوذ بالله من كل كلمة أقولها وبمقدار علمي، بمقدار جهلي، بمقدار فهمي، ده أبين هذا الشيء. أقول رب العالمين خلق المشيئة، خلق الإرادة، وبها خلق الأشياء، هي مو صفة من صفاته، وإلا كان العالم قديما، ومعنى ذلك اتخذنا مع الله شريكا، يعني الكون كان موجود، لما كان موجود 13 مليار و500 مليون سنة، ارجع لي وراء هذا الكون كله ما موجود، هذا ما موجود، غير موجود، شنو معنى الموجود؟ مكان، زمان، كل هذا لا يحكم الله عز وجل، الله حاكم على المكان، حاكم على الزمان، هو خالق الزمان، هو خالق المكان، هو خالق العقل فلن يكون معقولا، هو خالق الوهم فلن يكون موهوما، هو خالق الخيال فلن يكون متخيلا، هو خالق العلم بالنسبة إلى البشر فلن يكون معلوما للبشر. أنا وأنت محدودين، شنو نعرف أساسا؟ ربنا أحيانا حينما يتكلم عن نبيه كأنه يتكلم عن نفسه، وهذا هو المطلوب من عندنا، أن نؤمن بالنبي كخليفة الله، كرسول الله، كأمين الله في أرضه، الراد علينا كالراد على الله، هذا اللي يجي من على النبي ده يمن على الله، لأن هذا يمثل الله، هذا خليفة الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إذا صدق أنتم مؤمنين الله يمن عليكم، إذا كذابين وعدكم جريمتين، جريمة أنكم تدعون كذبا ودجلا، وجريمة أنكم لا تؤمنون. إن كنتم صادقين وفعلا أنتم مؤمنين الله يمن عليكم. إذن الحقيقة الأولى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار دائما، أن الله أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم. بعض الآيات اللي أحيانا تقراها أن الله يعلم ورقة تسقط، ولا رطب ولا يابس، يعني أنت تصور في الصحراء، صحراء نيفادا، ملايين الكيلومترات المربعة، كل ذرة الرمل في تلك الصحراء الله يعرفها، يدري، يحيط بها علما، قائم عليها لأن الله أرادها فكانت، أو شوية صحراء الربع الخالي فرت قطرة مي سقطت في صحراء الربع الخالي، الله مو بس يدري عن هذا، ولا رطب ولا يابس، بل هذا مكتوب في كتاب، هذا مسجل في مكان ما، رب العالمين مسجلة. أولا الله عنده علم بكل شيء، بنيتك، بظنك إذا أسأت الظن، بحسدك إذا حسدت أحدا في قلبك، بما تنويه خيرا أو بما تنويه شرا، الله كل هذا شيء يعرفه، ما يحتاج أنت تروح تقول للنبي إحنا آمنا، قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. الحقيقة الثانية
أن صلاتنا، صومنا، حجنا، عبادتنا، أعمالنا الخيرية لا تزيد لا في ملك الله شيء ولا تنفعه في شيء، لا تزيد في ملكه ولا تنفع في شيء. احنا احيانا نفكر ذن من على الله، ليش نصلي نصوم؟ الله امرنا بعض الاشياء واحنا عملناها. نعم، اذا واحد سالك طلب من عندك شيء انت انطيته، لك المن عليه، لك حق، انت من عليه ان تطالب بالعوض. لكن بالنسبه الى رب العالمين شنو نقدر نعطي الله اذا كان كل هذا الكون، هذا اللي نشوفه، هذا اللي قلنا البشر الى الان مكتشفين 200 مليار مجره، في كل مجره 200 مليار منظومه شمسيه بلحظه اراده رب العالمين خلقها. هذا مو كلامي، كلام الفيزيائيين الذين لا يؤمنون بوجود الرب، يقولون كل هذا الكون في لحظه تكون، في لحظه، بلحظه خلق كل هذا الكون. وكل هذا الكون بناء على كلام هذول ده اتكلم، كان في مجال واحد من مليار من الذرة، يعني كل هذا الكون كان صغير جدا، كل هذا الكون. الله قادر على كل شيء، خلقه في لحظة إرادة. بعد أنا وأنت شو نقدر ننفعه، شو نقدر نضره؟ تصور لو أن النمل الذي في بيتك، نمل في كل البيوت اكو نمل، سمعت ان هذا النمل واقفين دا ياخذوا لك تحيه، تضحك عليهم لا تضحك على روحك لا على اثنينكم، شنو قيمه النمل ياخذ لك تحيه؟ الان سمعت النمل مطلعين مظاهرات ضدك، مطلعين مظاهرات ضدك النمل، خير، نمل اللي بالبيت مالي مطلعين مظاهرات ضدي، هل يضروني في شيء؟ والقياس بالنسبه الى رب العالمين مو هذا القياس، لأن بالنتيجة النمل عنده حياة، النمل يقدر يفتت أشياء، يقدر يزعجني، يقدر يأذيني في مجال ما. لكن إحنا بالنسبة إلى رب العالمين أقل من النمل بالنسبة إلينا، يعني أقل التقادير سنحجب مقدار فهمنا وعقلنا المحدود. فإذا عصى الناس ربهم في شنو يضرون الله، وإذا أطاعوه في شنو ممكن أن ينفعوه؟ ما ينفعوه في شيء. يجي يسألك أحد الشباب، الله ليش خلقنا؟ الله ليش خلقنا؟ تدري ليش؟ لأن يريد يقيس الله بنفسه. أنا ما أسوي عمل إلا لدفع مضرة أو لجلب منفعة. أنا يوم اللي أمشي من هنا إلى السوق، واحد بالطريق يشوفني يسألني يقول ليش أنت طالع؟ أقول رايح للدكان أريد أشتري فرد شيء، فإذا أريد أحصل على شيء، أريد أدفع عن نفسي الضر، فإما لجلب منفعة أو لدفع مضرة. فالله ليش خلقنا؟ شنو ينتفع بينا؟ لا تقيس الله بنفسك، ما في مجال لهذا القياس. لكن مثال اللي أقدر أضرب لك إياه ولا مناقشته في الأمثال فيما يرتبط برب العالمين، أنت أحيانا تشتري، تدفع مبلغ من المال تأخذ شيء، فإذا دفعت ففي مقابل منفعة، دفعت الثمن لكي تحصل على المثمن. أحيانا فرد فقير بالشارع تعطيه، مو تريد تأخذ من عنده شيء، أنت تتفضل عليه، أنت تمن عليه لأنه يحتاج تعطيه، مو لأنك تحتاج، مو لأنك تحتاج. رب العالمين أراد أن يرحم عبادا له فخلق هذا الخلق، خير إن شاء الله، منفعة ومضرة ما كنانا، وما في مجال أنه نطرح هذا الأمر. لكن إذا أطعنا الله فرب العالمين ينمي إطاعتنا، يربي عمل بسيط ينمي ينمي، يكبره يكبره، يجازينا يوم القيامة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتشاف اليوم سألني شنو معنى ولا خطر على قلب بشر؟ قلت له أنت شايف أفلام الكارتون؟ قال إيه. قلت شايف أنت أحيانا تشوف فرد نبتة تتحول إلى فراشة، بعدين تطير، بعدين تصنع لها فرد جبل، بعدين مرة واحدة تدخل في الماء، تغوص في الماء، تصير سمكة، تصعد فوق،
فد مناظر جدا حلوة جميلة. قال لي قلت هذا خطر على قلب بشر، الشيء اللي في الجنة لا يخطر على قلب بشر، لا فيما يرتبط بالثواب ولا فيما يرتبط بالعقاب. حتى العقاب يعني الآن إيدك تحترق تتألم، هل أن نار جهنم مثل نار الدنيا؟ ونار الدنيا نار رحمة الله، ونار جهنم نار غضب الله عز وجل. أجارنا الله وإياكم من العذاب. على كل حال أريد أقول يريد إلك، يريد يعطيك، مو يريد يأخذ من عندك، هو المتفضل عليه. الآن يجي واحد يقول مثلا هل قد بشر إذا رب العالمين أطاع الله وين يخليهم في جنته؟ عجيب، أنت تعرف شيء من الكون؟ هذا الكون اللي إحنا نعيش جزء من عنده، تعرف عن وسعته؟ تعرف إيش قد هذا كبير؟ الآن ده يتكلمون عن النور يقطع المسافة من هنا إلى القمر في ثانية، يعني في 300,000 كيلومتر النور يقطع المسافة. الآن ده يتكلمون عن مسافات 11 مليار و 15 مليار و 20 مليار سنة ضوئية. نجمة في السماء بعدها عنا 20 مليار سنة ضوئية، اللي كل ثانية يقطعها النور 300,000 كيلومتر. هذه وسعة. بعدين الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فشيء ثاني بعد رب العالمين وقدرته ورب العالمين وحكمته ورب العالمين وعطفه ورحمته. يريد يعطي، يريد يكبرك، وإلا هالجسم المحدود هالكذا المحدود هذا مال هاي الدنيا، الآخرة شيء آخر. يمكن أنت في الآخرة تكون في وقت واحد في 20 مكان، في وقت واحد أنت نفسك في 20 مكان. حتى هذا اللي يخطر في بالنا في الجنة أكثر. مثل الجنة التي وعد المتقون، بس مثال نضرب لكم، مثل أنهار، مثل قصور، مثل نهر من لبن، نهر من خمر لذة للشاربين، نهر من كذا من عسل، مثل لما تقدر تستوعب عقلك ما يقدر يستوعب. فربنا أراد أن يعطي فخلقنا، ولا ما يريد يأخذ من عندنا ولا يخاف من عندنا، ولا إحنا نونس حسب تعبيرنا، لا من وحشة خلقنا لأنه كان واحدا أحدا، ولا خوفا حتى ندافع عنه، ولا طمعا في شيء من عندنا. هاي الحقيقة الثانية لازم نأخذها بعين الاعتبار، أن الله يريد لنا الخير وكذلك أنبياءه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف أنا في الأرض ما شايف، فرد واحد يجي يدق عليك الباب بعدين يقول لك هذا مفتاح هذا البيت، مفتاح هاي السيارة، وفي أمان الله. صاير حتى الآن واحد من عندكم يجي واحد يعطي في البيت وفي السيارة مجانا حتى ما يريد أنت تعرفه؟ الأنبياء شك، الأنبياء ما يردون من أحد جزاء ولا شيء أصلا، ما يردون أحد يمدحهم حتى المدح. في سورة الأتى التي نزلت في حق الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شكرا ما يريد من عنده، شكرا ما يريد. مثل ما رب العالمين غني بذاته ولا يريد شيئا منا، الأنبياء ما يريدون من عندنا شيء، يريدون ينفعونا. هاي الحقيقة الثانية. فإذا أطعناهم ففي مصلحتنا، مو في مصلحة، هو ما يحصل حقيقة. النبي وأهل بيت النبي غير العنت والعذاب والأذى والمصايب والقتل والاتهام، شي حصلوا في هذه الدنيا؟ النبي اتهموه بالجنون، اتهموه بالتجسس، وقالوا أحاديث اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني جاسوس. ما في تهمة إلا واتهموا به، أرادوا قتله، حاولوا قتله، شنوا عليه الغارات، قتلوا أقرباءه. يوم اللي ماتم كان درعه مرهونة لعد يهودي في مقابل مبلغ من المال، ما خلنا نعطي الأهل يأكلون، ما أراد من الناس شيء. كذلك الأئمة سلام الله عليه يريدون الخير إلنا، فأنت يوم اللي تتبعه هو يمن عليك. معقول واحد يجي يعطيك بيت وسيارة بعدين أنت تقول ترى راح أمن عليك، أنا أخذت من عندك مفتاح البيت ومفتاح السيارة؟
انت اللي اخذت اطمن علي انا واخذ. هاي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة ان هذه الدنيا ممر، دارون بقولة العراقيين ممر لمقر. الدنيا الحقيقية، الحياة الحقيقية هناك، انت هنا تمر حتى تروح هناك تسكن. هنا كل شيءك مؤقت، حياتك مؤقتة، ملذاتك مؤقتة، شهواتك، رغباتك، صحتك، عمرك، وجودك، كل مؤقت في مؤقت، بس هناك دائم. هناك بعد ما عندنا شيء مؤقت. اللي يموت ما تشوفه يرجع، لأن الموت دائم، يعني الغياب عن هذه الحياة. بس اللي يجي للدنيا تتوقع يوم من الأيام يموت، ما تتوقع؟ تتوقع، لأن تدري هذا ما جاي يبقى، هذا جاي حتى يروح. الدنيا ممر لمقر للآخرة. عيوننا لازم تكون على الآخرة، يعني نخلي في بالنا الهدف للدنيا هي الآخرة. فيها خلقتم كما يقول الإمام علي، ولغيرها خلقتم. أنت صحيح في داخل الدنيا خلقت، بس الغيرة هنا خلقت، لكن لغيرها الهدف مكان آخر. فإذا كان الهدف مكان آخر، مفروض أنت الذي تبحث عن الهداية، أنت تروح تدور وراء الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. مع أن الواقع بالعكس، كما يصف الإمام علي النبي صلى الله عليه وآلهما، يقول طبيب دوار بطبه. الآن لو فد واحد طبيب أخصائي مهم جدا وعندك فرد مرض من الأمراض، تروح تدور لك واسطة بالقوة، بعد 6 أشهر يعطيك وقت، يوم اللي تروح يمه تدفع لمبلغ من المال، مع ذلك هو الذي يمن عليك وأنت الذي تشكره. النبي طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. هو يروح يدور على الناس، يا ناس تعالوا تعالوا، كأنه يقول أنا وصلت إلى نور، أريد أنتم هم تطلعون من الظلمات تصلون إلى هذا النور. النبي يريدك رفيقة في الجنة، رفيقة في الجنة، وإبليس يريدك رفيقة في النار. بعد شوف أنت وين تروح. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. في شنو؟ في الإسلام؟ لا، في شيء أعلى من الإسلام، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا أنتم صادقين الله يمن عليكم. زين، هذا جزء من عند هاي الآيات تتحدث حول قضية العجب. من جملة المشاكل التي يقع فيها المؤمنون أن يعجبوا بأنفسهم، يعجب بإيمانه، يعجب بعلمه، يعجب بصلاحه، يعجب بعبادته، يعجب بصومه، يعجب بصلاته. والعجب يهدم العمل، يهدم هدم. ليش؟ لأن يوم اللي أعجبت بنفسك قلت أنا، رحت دورت على الأنا، أنت منه؟ أنت صفر. لولا الواحد الأحد أنت صفر، في صفر، ما لك قيمة. حينما تكون مع الله حينئذ لك قيمة، صفرا إلى جنب الواحد الأحد. هذا مثال طبعا أضربه، لكن حقيقة الأمر أن العجب يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عسل طيب حلو، لكن إذا خليت وياه خل خرب طعم العسل. هذا العجب ايش اللي يسوي؟ ان يكون الانسان معجب بدينه، بايمانه، بنفسه، بعلمه، بطاعته. ذكرت لكم ليله من الليالي، غالبا ما هذا الامر يحدث في الحج، كثير من الحجاج اللي يروحون للحج خاصه اول سنه ثاني سنه، يجي يقول انا هذا الحج اشوف مو هالقد انا مرتاح من نفسي في هذا الحج، خايف انه ما اديت كما يلزم. احنا عادة نقولهم يعني مطلوب يوم من الايام توصل الى مرحلة تقول والله خوش حج كان عندي، كلش حج زين. مفروض يبقى دائما تشك في نفسك وتشك في عملك. اما ان تقول خوش حج، اديت الحج كما يجب، شو كما يجب؟ او صليت، قرأت القرآن، ختمته في شهر رمضان، صمنا هذا الشهر، لازم دائما تتهم نفسك فيما يرتبط بعباداتك. لأن يوم اللي ما تتهم نفسك يعني معجب بعملك، معجب بعبادتك.
يعني أنت جايب اللي يخرب عملك ويعملك، هذا الإعجاب يخرب الموضوع. لا تمنوا علي إسلام، قل روح قل لهم يا رسول الله. طبعا احنا دائما عندنا هالنوع من الناس، نوع من الناس اللي في واقع الأمر ليسوا مؤمنين كما يلزم وكما يجب، لكن يريدون ثمن الإيمان مالهم ويفتخرون به ويعلنون عنه ويمنون على غيرهم. ماكو فرق طبعا، الإيمان، العلم، التقوى، الصلاح، كل هاي الأشياء تدخل في هذا الإطار. أن لا نمن على الله بعلمنا، عبادتنا، معرفتنا. يمكن فد واحد عالم كبير، لكن يوم القيامة يشوف فرد واحد اللي ما كان عنده علم بمقداره مقدم عليه عند رب العالمين. ليش؟ لأن كان مغرور بعلمه، كان يشوفه أعلم. مثل ذاك اللي يقولون كان يرى أو يقول أنه أنا أعلم من العباس عليه السلام. يا وليش؟ أنا مجتهد، أنا مجتهد، تعلم من العباس. فتشوف في الليلة ما يلاقي شاب الحلم العباس، قال له أقل التقادير أنا من يوم اللي فاتح عيني في حضن علي بن أبي طالب، وأرى ما يفعل وأسمع ما يقول. يعني أنت عندك علم من وين؟ مو أنه بعض الروايات وصلتك من الإمام علي مثلا. أنا كنت دائما مع الإمام علي إلى أن قتل الإمام علي. عد أنت مجتهد وأنا أقل من عندك علم، شوف هذا الغرور لي وين وصله، أنه أعلم من مثلا العباس. يا أبو شكو أنا مجتهد، خير إن شاء الله، ذاك علمه ما يحتاج مثلك يروح ينقب بالكتب. على كل حال، بالنسبة إلى السيدة زينب سلام الله عليها، الإمام زين العابدين يقول عالمة غير معلمة. ذلوا وين درسوا؟ كانت كتاتيب عندهم، معلمين عندهم. أنت سامع معلم الإمام الحسين، معلم الإمام الحسن، معلم الإمام زين العابدين، شوف شنو واصل لنا من عندهم، غير اللي ضاع على أيدي الأعداء لعنة الله عليهم. هذا اللي وصل لنا، شوف شنو. هاي الصحيفة السجادية المطبوعة الموجودة بأيدي الناس تقريبا 51 دعاء للإمام زين العابدين، الآن طابعين صحيفة سجادية فوق 200، فوق 200 دعاء للإمام زين العابدين. هذا غير اللي ضاع في الطريق، دعاء بحمزة الثماني تقرأ وجدانيات، يعني ضميرك يتحرك، إيمانك يزداد. هذا بعد يحتاج يروح يدرس، والمجتهد أحسن من عنده. هذا الغرور، الغرور العجب من الأشياء التي تفسد العمل. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.